صباح الخير، دلوقتي الساعة 7:30. أنا لسه خارج من البيت، أخواتي هم رايحين المدرسة. طبعا أنا رايح أخرج مع أصحابي، بس المشوار المكان اللي هتقابل فيه بعيد، فلازم أنزل بدري جدا. طبعا في الجزائر بقى المواصلات بتاخد وقت، وتركب أكتر من مواصل توصل. المشوار اللي رايحة كمان النهاردة بعيد، فلازم أنزل. بعد هناك تقابلهم 9، يدوب عمال بمشي لحد الأجونس اللي هو موقف التوبيسات. يلا بينا. دلوقتي انا وصلت المكان اللي هتقابل فيه انا واصحابي، اهم هم دول. بس هنطلع النهارده القصبه، احنا دلوقتي في القصبه، هنطلع نوريكم الدنيا، نوريكم القصبه، مغامرات. الشوارع هنا حاجه تانية. القصبه دي اللي هي العاصمه القديمه اللي فيها البيوت الشعبيه. يلا بينا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. شوارع القصبة زي ما انتم شايفين كلها كده، ايه، صغيرة دايرة حارات، عشان دي كانت قديمة جدا. دلوقتي احنا وصلنا لمكان عالي هنا، كان اعلى مكان في القصبة تقريبا. طبعا بعد محاولات وطلوع ونزول وتوهنا كذا مرة، بس تمام، ناس بتدلنا. هنكمل جولتنا ان شاء الله. دلوقتي احنا وصلنا المطعم، المطعم ده في اعلى القصبه. المطعم ده بيعمل مأكولات بحريه بس وسردين، هو تخصص سردين اكتر حاجه. طبعا الشباب دخلوا قعدوا جوه وخدوا مكانهم. يلا بينا ندوق. دلوقتي احنا جبنا الاكل، ومعانا ياسمين هتشرح لنا برضو الحاجات. عندنا هنا اول حاجه سردين مقلي. سردين مقلي هذا بنقولوا له البوراك. بوراك محشي. بوراك محشي بالكرافات، الكرافات اللي هي الجمبري. وهذايا نقولوا له حنايا بالعربيه البزيريه تاعنا، الحماس بالجزائريه، او يقال تشكتوكا. احنا عندنا ولايه تشكتوكا. عندنا هذه شطيطحه سردين، وعندنا هذه سلطه خضراء عاديه، وهذاك سردين مقلي قلنا احنا اللي فيه. والشطحه دي هو سردين بالصلصه والتتبيله وكده، مرقه بالمرقه. بس يلا بينا ندوق. دلوقتي احنا دوقنا البراد المحشي الجمبري. صح، بتاع ده اختراع زي ما انتم شايفين. هو فيه جمبري، معرفش، حاجه بيضه كده، ومعاه زي ما يكون شبت، بس تحفه. كده خلصنا جولتنا النهارده ان شاء الله، ان شاء الله تكون عجبتكم. احنا دلوقتي تحت القصبه خلاص. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تقولوا رايكم في الفيديو، تفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.